سوق شرق بدولة الكويت ومرسى سفن الصيد التي يقوم بحارتها بتفريغ حمولتها من صيد الأسماك لهذا اليوم ونقلها إلى سوق السمك المحاذي لهذا المرسى، حيث يتم بيع الأسماك وسط رقابة حكومية على أسعارها وأنواعها وكمياتها ومواعيد صيدها، حرصاً من الحكومة على الثروة السمكية في الكويت. جزيرة كبر تبعد عن مدينة الكويت بمسافة 20 ميلاً بحرياً، ولا تتجاوز مساحتها كيلومتر مربع. تتميز جزيرة كبر بسواحلها الرملية الجميلة وصفاء مياهها، حيث لا تزال تحافظ على بيئتها الطبيعية، وتوجد بها بعض الشواطئ الصخرية المحدودة. تشتهر جزيرة كبر بطيور خطاف البحر، حيث تفد إلى الجزيرة في كل صيف ثلاثة أنواع من هذا الطائر لتعشش وتفرخ في الجزيرة. ويأتي في مقدمة هذه الطيور الخطاف المتوج الصغير الذي يتواجد في الجزيرة على شكل مجموعة كبيرة متقاربة مع بعضها البعض، وتبني أعشاشها وتضع بيوضها على الأرض المكشوفة في الجزيرة، وذلك بهدف حماية الأعشاش وفراخها الصغيرة وعدم تعرضها للهلاك. فهذه الطيور معروفة بالدفاع الشرس عن أعشاشها. يمتاز هذا الطائر بمنقاره الأصفر الطويل وبرأسه المتوج الأسود ولون جسمه الأبيض والرمادي. أما النوع الثاني فهو الخطاف الأسحم، ويعتبر هذا النوع من أكثر الطيور انتشاراً في الجزيرة، وجاءت تسميته بالأسحم نسبة إلى لونه الأسود مع وجود بعض البياض، ويشاهد دائماً محلقاً على شكل أسراب ويصدر أصواتاً مستمرة ومميزة، فتجده يحط على الشجيرات الملحية في الجزيرة مستفيدا منها في وضع بيضه والتفريخ تحتها لتوفر له الحماية من حرارة الشمس. في جزيرة كبر هناك حشرات على شكل خنافس سوداء صغيرة لها دور في تنظيف الجزيرة من أي مخلفات، سواء كانت ناتجة عن بيض الطيور أو بقايا الطيور الميتة أو حتى الفراشات، فهي ناهمة فلا تبقي ولا تذر. Thank you.
أما النوع الثالث فهو الخطاف أبيض الخدين، ويعتبر أصغر الأنواع الثلاثة. يعشش الخطاف أبيض الخدين في الأماكن المكشوفة ذات الغطاء النباتي القليل على شكل مستعمرة، وقد سمي بهذا الاسم نظراً لوجود البياض على جانبي رأسه. ويقوم الزوجان بحماية العش واحتضان البيض من حرارة الشمس في فترة الصيف، فتقوم هذه الطيور بعمل عشها بشكل بدائي لوضع بيوضها، وقد تصل درجة الحرارة في بعض الأحيان إلى ما فوق 45 درجة مئوية، وهي المعدلات الطبيعية في صيف دولة الكويت. لذا نرى أن هذه الطيور تكيفت مع قساوة هذا المناخ. بعد التفقيس تخرج الفراخ وهي ضعيفة جدا، غير قادرة على الحركة، مقاومة درجة الحرارة المرتفعة والظروف المناخية القاسية. وما هي إلا أيام معدودة حتى تصبح الفراخ قادرة على السير وتتبع أبويها باتجاه البحر حيث المكان المناسب. تكثر الشعاب المرجانية في بحر دولة الكويت بشكل عام وحول جزرها بشكل خاص، وتتميز بتنوعها وكثرتها، فهي شعاب نمت وتكاثرت على مر السنين. تظهر هنا بألوانها الزاهية الجذابة
وقد اعتنت الدولة والجهات المعنية بالمحافظة على البيئة البحرية والحياة الفطرية بهذه الشعاب المرجانية ومكوناتها. إن هذه الشعاب المرجانية تشكل البيئة المناسبة والآمنة لحياة العديد من الكائنات القشرية والرخوية والأسماك بأنواعها وألوانها وأحجامها المختلفة. لذا دأبت دولة الكويت على دعم وتشجيع الجهات المختصة بالمحافظة على البيئة بوجه عام والبحرية بشكل خاص. في صيف هذا العام تم رصد متغيرات حالة الشعاب المرجانية في دولة الكويت، فقد أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن ظاهرة الابيضاض التي شملت جميع مواقع الشعاب المرجانية وعلى مختلف الأعماق، وقد استخدمت وسائل أكثر دقة للتعرف إلى حالة المرجان، وذلك باستخدام طريقة التسجيل المتري الطولي والمتري المربع في موقع الرصد، والتأكد من عدد المستعمرات المرجانية في كل متر مربع وفي جميع المستويات والجوانب على امتداد جانبي المقياس الطولي، وتحديد السليم منها أو النافق أو المصابة بالابيضاض الكامل والجزئي، مع تحديد أحجام المستعمرات وأنواعها، بالإضافة إلى توثيق العملية والموقع بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي. وأفادت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في دولة الكويت بأنها خلصت إلى أن الشعاب المرجانية في جزيرة كبر أفضل حالاً مما كانت عليه في بداية رصد الظاهرة، وأن هناك تعافياً لبعض أنواع المرجان ووجود المستعمرات النامية السليمة أو صغيرة الحجم، مع استمرار إصابة الكثير منها بالابيضاض الكامل. وتم تحديد نسبة المرجان السليم بنسبة 31% والمرجان المصاب بالابيضاض الكامل بنسبة 43% والمصاب بالابيضاض الجزئي بنسبة 12% والمرجان النافق بنسبة 14%، مع العلم بأن الكثير من المستعمرات المصابة بالابيضاض الكامل ذات أحجام كبيرة وضخمة. We'll be right back.
المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، واحات الإحساء المنتشرة والتي اشتهرت عبر السنين بنخيلها. وبعد تنظيم عمليات الزراعة بشكل علمي ومتطور، أصبحت هذه الواحات مزارع منظمة لإنتاج العديد من أنواع التمور بجودة عالية، كما يحدث في جميع مناطق المملكة. جبل القارة أحد الجبال المشهورة والمعروفة في منطقة الإحساء، وقد نحتته الطبيعة وجعلته معلما بارزا في المنطقة. تقوم الهيئة الملكية بإدارة مدينة الجبيل التي تقع على الخليج العربي في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية. وقد بدأت الهيئة الملكية قبل إنشاء مدينة الجبيل الصناعية بإعداد الدراسات البيئية لمعرفة الآثار المستقبلية للنهضة الصناعية على هذه المدينة. وبناء على هذه الدراسات تم إعداد البرامج الخاصة لحماية البيئة التي تتضمن تطبيق المعايير والأنظمة البيئية المعتمدة دولياً وحماية الحياة الفطرية ومراقبة البيئة في مدينة الجبيل التي تختص بالصناعات البترولية والبتروكيماوية. وتعد حماية البيئة وتطويرها من أهم الأهداف في هذه المدينة الواقعة على مياه الخليج، فقد جاءت تصاميم البناء والمساكن الخاصة والطرق والمجمعات والأسواق التجارية والمرافق العامة والمتنزهات مطابقة لاشتراطات البيئة المعاصرة. وقد حددت الهيئة الملكية عدة مواقع لمراقبة جودة المياه في الشواطئ والمرافق القريبة من المدينة لإعطاء معلومات شاملة حول جودة هذه المياه تساعد على تتبع المتغيرات فيها. وبناء عليه يتم أخذ عينات من المياه لمختلف الأعماق لمعرفة مدى مطابقتها لمعايير البيئة في الأعماق ودرجة حرارة الماء وملوحته والأكسجين ونسبة حموضته. جزيرة الفناتير التي تقع قبالة مدينة الجبيل الصناعية والتي تبعد عن شواطئ المدينة بثلاثة أميال بحرية تقريبا، هي محمية طبيعية وجزيرة صغيرة مساحتها أقل من كيلومتر مربع. تكثر في هذه الجزيرة النباتات والشجيرات الملحية المقاومة للحرارة، وتفد إليها الطيور البحرية على اختلاف أنواعها وأشكالها صيفاً للتزاوج والتكاثر، نظراً لتوفر المكان الآمن والغذاء اللازم لها ولفراخها. طائر خطاف البحر الأسحم ذو اللونين الأبيض والأسود، وهو من أشهر الطيور البحرية التي تفد إلى جزيرة الفناتير، والذي يشاهد بكثرة على شكل أسراب تحلق فوق الجزيرة باستمرار وتصدر أصواتا متداخلة وكأنها تنذر من يقترب من أعشاشها للابتعاد. يتغذى هذا الطائر على الأسماك السطحية الصغيرة والتي تكثر في المياه القريبة من الجزيرة.
ومن الطيور التي تعشش في الجزيرة أيضا طائر أبو ملعقة، وهناك طائر آخر يفد إلى الجزيرة صيفا وهو بلشون الصخر، متوسط الحجم ويشاهد بلونين، إما باللون الأبيض أو باللون الرمادي، وله أرجل طويلة، وكثيرا ما يرى وهو يتنقل في الجزيرة بلا توقف. يقوم طائر البلشون ببناء أعشاشه الكبيرة والتي ترتفع عن الأرض بمقدار متر تقريبا لوضع بيوضه، ويمكن أن نميز بيوض هذا الطائر من لونها الأزرق الفاتح. وقد تم مشاهدة الكثير من الأعشاش وهي تحتوي على العديد من صغار طائر البلشون. ولقد تم مشاهدة أحد الأعشاش وقد احتوى على 8 بيضات وفرخ صغير، ويعتبر ذلك مؤشرا على سلامة البيئة وحيويتها. إن قيام الجهات المعنية بتوفير الحماية اللازمة لهذه الجزيرة ساهم في المحافظة على الحياة الفطرية وتنوعها.